أهلا، اليوم نتكلم عن التماثل الإسقاطي وهو الـ Projective Identification. ساعات يكون الإنسان في نزعة لشيء معين وده هو يسويه لكن مو قادر يسويه، فيقوم يسقطه على الآخرين. وايد أمثلة الإسقاط بحياتنا موجودة، ساعات ما نحس فيها وما نعرف إن الشخص اللي قدامنا هل هو اللي قاعد يقوله صحيح أو هو إسقاط على شيء هو وده يسويه. مثل فرضاً على سبيل المثال، الزوج اللي عنده نية إنه يخون زوجته، شو يقول؟ يقول لها أنا شاك فيك، أنت يمكن تخونيني، أنت يمكن ما تبيني. هي تكون ما سوت ولا شيء يدل على هذا النوع من التصرف، لكن لأنه هو في داخل هذا الشيء ويفكر بهذا الشيء يسقطه على الآخرين. في ناس وايد يحطون الإسقاط بشريك حياتهم أو بأي شخص عايش معاهم بطريقة وايد سلبية. ساعات من كثر ما أن إحنا نقول حق الشخص اللي قدامنا أن أنت سويت هالشي وهالشي وهالشي وهو مو مسويهم، نصدقه ونتوقع أنه بالفعل هو قاعد يقولي أنا سويته، قاعد يقولي أن أنا قمت بهذا الفعل. ما أدري، لأن بعدم وعي أن هذا إسقاط. في ناس وايد ما يدرون ان هذا اسقاط، في ناس نفس كله يكررون نفس الاخطاء بانهم يصدقون الشخص اللي يعني يلومهم بانه اوكي يعني هذا ابوي قاعد يلومني اكيد كلامه صحيح، هذا اخوي، هذا زوجي، هذه اختي، هذه امي، فاكيد كلامهم صحيح، لكن هو مو بالفعل يكون كلامهم صحيح. هم ما يبون يتحملون مسؤوليه تصرفاتهم فيلقون اللوم عليكم انتم. اعطيكم مثال ثاني اسهل. ام قاعده تطبخ بالمطبخ والولد قاعد يدرس، فتقول له قصر التلفزيون ما يسمعها، كمل قاعد يدرس. راحت وردت لقت الأكل محترق، فتروح حق الولد وتقول له بسبتك احترق الأكل لأن أنت ما وطيت الصوت، لأن أنت سويت، لأن أنت سويت. هل الولد بهالدور بهالقصة هذه كان لذم؟ طبعا لا. بهالموقع الابن راح يصدق لأنه هو ياهل وما يفهم، إذا أمي تقول هذا خطأي يعني عيل أكيد هذا خطأي، فراح يسكت وما يعرف شلون يدافع عن نفسه. هذا أعطيتكم اليوم مثالين حق الإسقاط. لازم أنتوا تراجعون حياتكم وتشوفون منو اللي قاعد يسقط عليكم أشياء هي ما تمت حق الواقع بأي صلة. أنتوا ما قاعد تسوونهم، أنتوا ما قلطتوا، أنتوا بالعكس أنتوا ماشيين بطريق معين وما لكم شغل بالموضوع. لكن الشخص اللي يسقط على غيره، ليش يسقط على غيره؟ هو يسقط على غيره عشان ما يتحمل مسؤولية خطأه، وكذلك عشان ما يحس بالذنب. دائما الإنسان لمن يخطئ يحس بالذنب، فما يبي الآخر يلومه. فشنو اللي أسهل له؟ أن أنا أتخلى عن مسؤوليتي عن هذا الخطأ وأسقطه على الآخر. أنت اللي غلطان، أنت اللي سويت، أنا ما سويت ولا شيء. مع الوقت يحس أنه هو دائما ملائكي وما عنده أخطاء، والناس الآخرين هم اللي يخطئون. للأسف هذا الشيء وايد نتعرض له بحياتنا، وأنا اليوم تكلمت عنه عشان أبيكم كلكم تراجعون. هل بالفعل الإسقاطات اللي تييني، الناس اللي يقولوا لي أنت سويت كذي وأنت سويت كذي وأنت طبعك كذي أو أنت عصبي أو هذا صدق فيني، ولا أهما بس قاعدين يسقطون علي عشان أهما ما يبي يتحملون مسؤوليته، عشان أهما ما يبي يحسون بالذنب إن أهما مثلا سريعين الغضب أو قاموا بأفعال غير لائقة وما يبي يتحملون مسؤولية الأفعال الغير لائقة. لازم كلنا نراجع نفسنا، وصدقوني أنا ما أقول لكم إن اللي يسوي الإسقاط إنسان سيء ولا إنسان قصد أن يضركم. ترى هو ساعات يصير هو تعلم على هالطريقة، تعلم على هذا النمط، فصار عند الإسقاط شيء طبيعي. ترى في ناس يضروننا بشكل غير مقصود، بشكل غير واعي، إنزين؟ فساعات تقولون لا هذا قريبي أو هذا يصير لي، شلون قاعد يسوي لي كذي؟ هو مو قصده، هو تلاقيه عاش ببيئة عندهم هذه طريقة التعامل متعارف عليها، فهو تشربها وقام يسويها بدون ما يحس. انتبهوا حق الإسقاط، ولا تخلون أي أحد يدمركم بأنه يحملكم مشاكله ومشاكل تصرفاته الخاطئة ويحسسكم أن أنتوا خطأ في حال أن أنتوا تكونوا ما سويتوا شيء. طبعاً إن شاء الله تكونوا مستفيدين من فكرة الإسقاط، وإن شاء الله أن ما حد يمارسها عليكم وأنتوا كذلك ما تمارسونها على أحد.
مرحبا أعزائي المشاهدين، رحب فيكم في هذه الفقرة اللي راح نتكلم فيها عن موضوع جدا 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 مهم، وركز على كلمة جدا بسبب أن أطفال في عمر 3 سنوات أو 2 سنين يأتون إلى العيادة بتأخر في الكلام. الأهل يشتكون أن الطفل ما يتكلم بالشكل المطلوب أو ما يشابه أقرانه مثل اللي معاه أو كبره في العمر أو أخوانه اللي أكبر منه ما كان مثلهم فتأخر. فيسألون شنو مشكلة تأخر الكلام هذا؟ فإحنا عندنا بالبداية اللي يسمع زين راح يتكلم زين، اللي ما يسمع ما يتكلم. فالدرجة الأولى إن إحنا لازم نعرف إذا كان الطفل هذا يسمع ولا ما يسمع. التأخر هذا مو مطلوب، نبي ننتبه على أطفالنا بسن مبكرة، خاصة الحين مع وجود الكشف المبكر للسمع بعد الولادة مباشرة. هناك كشف مبكر أو اسمه المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، موجود في جميع المستشفيات. لازم نحرص ان احنا نسوي الفحص هذا مبكرا جدا عند الولادة لجميع المواليد وليس أصحاب الخطورة العالية في فقد السمع. في الحالة هذه راح نشخص الحالة مبكرا في الأطفال. لكن إذا الحالة اللي احنا ذكرناها تأخر الكلام، نفحص السمع بالدرجة الأولى. ضعف السمع في الأطفال نقدر نسوي له تخطيط. أحياناً في ناس تفكر إن ما لهم تخطيط، يعني ما لهم الأطفال، شلون نسوي لهم تخطيط؟ الأطفال إذا ما عرفنا نحصل منهم استجابة معينة نسوي لهم فحص كمبيوتر. لكن أنت في البيت تقدر تعرف عن طريق لما تنادي الطفل من بعيد أو لما تسمع كلامه تحس إن كلامه فيه مشكلة، يعني من ناحية تأخر أو من ناحية خلل في بعض الحروف. أحياناً في عندنا لما الطفل مثلا ما يصحى، لما انا صوت عليه وهو ما يصحى، ففي عدة امور احنا نهتم فيها في الجانب هذا. غير كذي ان احنا ممكن نشوف الطفل، نمو الطفل ماشي، حبب في وقته، مشف بوقته، هذا كله ترى يعني مراحل النمو للطفل مهمة جدا، مثل ما هي مهمة تكون مهمة للسمع والنطق كذلك. الطفل ب6 شهور أو ب3 شهور إلى 6 شهور يناغي، الطفل ب9 شهور يصير مثل بغبغاء يردد الكلام، ب1 سنة يعي كلمة بابا وماما. لكن أنا أقول لكم هذه الأعمار هي اللي المفروض إحنا نمشي عليها، لكن ما في مانع إنه يتأخر شوية، 2-3 شهور، لكن ما يتأخر وايد. حصيلته اللغوية تبدي تزيد لعمر 2، فممكن يقول 200 كلمة يكون مخزونه اللغوي، وممكن يركب جملة من 2. الحالة هذه الطفل احنا نسوي له فحص كمبيوتر في الأطفال الحديثي الولادة أو لغاية عمر 2، ممكن احنا نسوي له فحص سمع باللعب بالألعاب، نطلع منه سمعه إذا كان شاكين في السمع. بالنسبة لي التخطيط السمع راح يبين لنا إذا كان الطفل عنده مشكلة ولا لا، وإذا لقينا مشكلة ولقيناها مشكلة في العصب، طبعا في حلول ثانية أو مشاكل ثانية ممكن تصير ونعطيه علاج ويتحسن، مثل مشاكل الأذن الوسطى، مثل أنه يكون عنده شم وساد الموضوع، وأنه لما نعالجه يتحسن. لكن لما تكون مشكلة عصب، هني أنا اللي أركز عليه دائما ونقوله أن لازم الطفل يلبس سماعة بشكل سريع. إذا شخصنا تشخيص دقيق مرة ومرتين في العيادة، لازم الطفل يلبس سماعة. السماعة يا جماعة مو عيب، مثل النظر نلبس نظارة، السمع يلبس سماعة. والحين في سماعات متطورة وتكنولوجيا عالية، وحجم السماعة صغير لدرجة متناهية، اللي احنا ممكن ان نحطها وما تبين والطفل يستفيد منها. كذلك إذا كان في السماعة ما استجاب، ما عطى نتيجة زينة، طبعا راح يراقب في عيادة السمعيات ويتابع مع الدكتور، ونسوي له تخاطيط ونسوي له فحوصات ونراقب النطق عنده، وكذلك فحص الدماغ. بعد هذا كله هني لازم احنا نحدد مصير الطفل قبل لا يدخل المدرسة، لازم نحطه على الطريق الصحيح. نشخصه مرة ثانية، إذا السماعة ما جابت نتيجة هني راح احتاج إلى عملية لزراعة القوقعة. أو عملية زراعة القوقعة ما في شيء مخفي، في جهاز داخلي وجهاز خارجي. هذا الجهاز الخارجي مثل ما أنتم شايفينه ما هو كبير وايد عن السماعة، لكن لازم يلبس الطفل علشان يتطور عند الكلام مبكر
ويدخل المدارس الطبيعية حالة حال كل الأولاد. وليش إحنا نقول إن ضعف السمع ما العلاج؟ الضعف السمع لا علاج، واللي هو السماعات، ويدخل إن شاء الله المدارس الطبيعية ويتكلم مثل أقرانه. أتمنى أني فتكم في الفقرة هذه، ونشوفكم على خير.